خلافية في لقاء الذهب بميدانه أتلتيك بارادو، وصل بسط سيطرته للفوز مرة أخرى على أولمبي المدية وبميدان هذا الأخير. المباراة في شوطها الأول سادها الحذر من الفريقين لتجنب تلقي هدف في وقت مبكر، حذر غيب متعة وإثارة المباراة، فيما حضرت البطاقات الصفراء أولاها أشهرها الحكم أعراف في وجه لاعب أولمبي المدية المدافع بوسالم، بطاقة أضيفت لها الثانية في الدقيقة 35 ولنفس اللاعب، وبالتالي بطاقة حمراء كلفت الأولمبي مواصلة اللعب بنقص عددي، ما اضطر المدرب إجراء تغيير اضطراري في الدقيقة 41 بإقحام أوشان مكان رشدي، لتنتهي بعدها المرحلة الأولى بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني الأولمبي حاول الضغط أكثر متناسيا نقصه العددي، وأول كرة خطيرة كانت من تسديدة عدادي لم تكن في الإطار، ثم محاولة بارادو في الدقيقة 55 من بن عياد انتهت بين أحضان الحارس السعيدي، لكن بوداوي وفي الدقيقة 75 وبعد هجمة معاكسة منح التقدم للنادي العاصمي مسددا كرة من بعد 25 مترا أسكنها شباك الحارس السعيدي. نقص عددي وتأخر في النتيجة حتم على رفقاء عدادي إيجاد الحلول سريعا، وفي الدقيقة 77 الأولمبي كاد أن يوقع هدف التعادل، والحارس موساوي يتصدى للكرة على مرتين، وآخر محاولة كانت في الدقيقة 85 وعدادي يسدد كرة قوية موساوي مرة أخرى في المكان المناسب ويتصدى للكرة. الدقائق الأخيرة من المباراة نادي بارادو سيرها بذكاء محافظا على تقدمه في النتيجة ومحققا فوزا مهما رفعه إلى المركز الرابع مؤقتا ب 27 نقطة. Un match très difficile. Nous avons l'adversaire c'est difficile à domicile aussi. Et nous avons commencé le premier adversaire c'est le terrain. La qualité du terrain c'est très difficile pour faire un match technicien. C'est très difficile de domination du ballon, très difficile de faire développer les choses. Même quelques mouvements avec le ballon, ils sont plus lourds parce qu'il faut toucher 2, 3, 4 fois dans le ballon pour toucher le ballon. Dans le remplacement, je pense que nous sommes bien. Nous avons fait des choses comme j'ai essayé. Surtout en jeu pratique, ne prendre de risques. Et la vérité que seulement une opportunité pour l'adversaire. Nous avons 3-4 opportunités, nous avons fait un grand but. الفريقي أدى ما عليه، سيطر على المباراة، شاهدنا الفريق حتى بالنقص عددي ب 10 من اللاعبين كمل السيطرة على المباراة، استحوذنا على الكرة، خلقنا فرص ما جسدناهاش، الخصم استغل هفوة نقص تركيز في الدفاع سجل منها هدف. نقولوا احنا ما نستحقوش على عموما على مجريات المباراه ما نستحقوش الهزيمه هذه، ولكن هذه كره قدم. نتاسف للجمهور اللي ساندنا ومشكورين على ذلك ونتاسفوا له كثير. كلام